ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عربي، كابتن احمد بلال. كابتن كابتن في البدايه سريعا انا عايز اسالك عن مباراه امس ورايك في سيكازوي. كابتن قبل ما نروح للحكم نشوف مين المتسبب في تعيينه او مين اللجنه المسؤوله في الحكام. سريعا بنتكلم على لجنه الحكام في افريقيا. كابتن احمد احنا بقى لنا فتره عمالين نشوف سيكازوي، بكاري جسامه، مجيد النضاي، حكام هي بقى لهم 10 سنين بيحكموا. فين الحكام اللي طلعت يا كابتن؟ مفيش حكام طلعت جديده باستثناء طبعا مصطفى غربال بتاع الجزائر، حكم ممتاز، باستثناء رضوان جيد، وعندنا طبعا اكيد هنا امين عمر محمود البنا. فانا اقول اولا مشكله لجنه الحكام الكاف، مفيش حكام بتصعدها، مفيش شغل تطوير بتطلع حكام كابتن علاء، وبالتالي ادينا بنشوف كل مره مشكله. سيكازو على فكره من 4 سنين عمل مشكله كبيره جدا في ماتش الترجي في اول اغسطس، مظبوط، وتوقف عليها فتره طويله وبعدين رجع تاني. اذا هنا النهارده انا بقول لابد من لجنه الحكام في افريقيا تدي الفرصه للناس الحكام الشباب يا كابتن شريف، تصعد الناس عشان تقدر تلاقي عندها قاعده كبيره من الحكام تدير هذه البطولات. بنتكلم على سيكازوي حتى لو هو اخطا يا كابتن ايمن. عندنا الحكم المساعد رقم 1، المساعد رقم 2، الحكم الرابع فين ده كله؟ فين حكام الفار؟ الفار وقت المباراه بتنتهي في الدقيقه 89 ما حدش حتى قال للحكم ان في وقت لسه ما زال، وما حدش قال للحكم ان لسه في وقت بدل ضايع. اعتقد ان طاقم التحكيم بالكامل يسال في هذه المباراه يا كابتن ايمن، واصلا اللجنه الحكام كمان تسال في تعيين هذا الحكم في هذه المباراه. وده يعني يدينا فرصه يا كابتن ايمن للجنه الحكام عندنا في مصر. بقول ايه؟ ان احنا النهارده فرصه ان احنا نستفيد من اخطاء غيرنا. صح. المفروض النهارده نطلع حكام شباب، نساعد حكام جدد، خاصه في هذه البطوله اللي موجوده حاليا، فرصه تدي مزبوط. الحكام الشباب بطوله مفيش فيها ضغوط، مباراه سهله. مكان يجب النهارده تعين حكم كبير دولي في هذه المباراه. صحيح. مكان يجب تعين حكم كبير. عندي مثلا على سبيل المثال صبحي العمراوي الحكم الرابع. ايوه. حكم صغير. ايه المانع ما تدي النهارده صبحي العمراوي هذه المباراه وتعينه فيها؟ هو الكابتن محمود ناجي على ما اعتقد كان ليه مشكله في ماتش الزمالك وانبي وتم ايقافه على بعد المباراه. محمود ناجي ادار اول اسبوع يا كابتن ايمن مباراه الزمالك وانبي، وكان هناك ركله جزاء تم احتسابها لصالح نادي الزمالك، وللاسف كانت ركله جزاء غير صحيحه كابتن شريف. للاسف الفار لم يراجع هذه الحاله، واعتقد ان نادي الزمالك فاز بهذا الخطا التحكيمي. اتوقف تقريبا على اثر هذه المباراه 5 أو 6 أسابيع، لكن هو يمكن لسه راجع الاسبوع ده. انا بقول ايه يا كابتن ايمن؟ فرصه لجنه الحكام، كابتن وجيه طبعا مسؤول التعيينات، خلينا ناخد الجرأه شويه، ادي حكام الشباب، يعني انا مش هديهم في هذه البطوله. انت بتدي الحكام الكبار في الدوري العام، طب ادي الحكام الشباب في هذه البطوله اللي هي اعتقد ضغوطها قليله. النهارده ملعب كبير وملعب واسع، ومباراه النهارده كبيره. النهارده النادي الاهلي بيدي كل اللاعبين الناشئين ومفيش مشكله، فرصه ونقطه ايجابيه جدا. النهارده شفنا لعيبه في النادي الاهلي الشباب ناشئين قدروا النهارده يثبتوا نفسهم. نفس الشيء بنقول يا ريت لجنه الحكام تشتغل على هذا الفكر المتطور في تعيينات الحكام. كابتن ايمن روح لطاقم التحكيم وظاهره المباراه، على الرغم ان هو حكم دولي، بنقول يا كابتن شريف مش لمحمود ناجي بس، لكل حكام مصر، من فضلك ازاي تقدر تتحرك وتتمركز داخل ميدان اللعب؟ انت حكم كبير،